اكثر واحد جود لوكينج في الاكاديمي هو هايدي، لانه من اقرب الاشخاص الي وبحبه برشا برشا. Best performance Star Academy 11. أنا وعباس وإيهاب وصفوا لي الصبر أم كلثوم. هذا performance أنا بعتبره أحسن performance لأنه ثلاثة أبدعنا فيه. أحسن أستاذ مدام باتي، لأنه مدام باتي عندها أفكار كتير حلوة و يعني بتفهمنا دغري، يعني أول شيء بنقوله بتفهمنا دغري. اكثر تعليق لهذه شراره يعني يعني نتفكروا لتو هو في البرايم الرابع الوقت اللي غنيت انا وهايدي علي جرى، قال لنا انا وياه فيراري الغناء. احسن ايفال، احسن ايفال الايفال الثاني وقت طلبوا منا الاساتذه انه نغني وفي الاغنيه يطلبوا منا حاله يجب ان يعني نمثلوها مع الغناء، كانت الحاله المطلوبه مني انه انا ما لازم نفوت على الحمل. أفضل صديق إلي في الأكاديمي هو هايدي، لأنه هايدي بتفهمني برشا ونحس إنه تفكيري وتفكيرها يعني متقاربين برشا. كيف ما أنا صوت الأحسن ستة حاجات صاروا في ستار أكاديمي، أحب نطلب منكم إنه تصوتوا لي على رقم 2 باش نرجع ونواصل الحلم بتاعي إن شاء الله.